قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. إخواني أخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك، مساء الخير عليكم على عوائلكم الكريمة في هذا البث المباشر لهذه الليلة اللي راح نتطرق بيها إلى عدة مواضيع، وأهم المواضيع هو أو هي كيف استطاعت حماس إخراج عدة ضباط أسرى إسرائيليين لديهم إلى إيران، وكيف وصلوهم إلى إيران. أما الجزء الثاني فهو راح نتكلم على وضع العراق واشتراك الميليشيات الإيرانية الإرهابية الذراع الإيراني في المنطقة العربية وتهديدها بقصف القواعد الأمريكية وقطر والإمارات بالتحديد. طبعا من يوم 17 وعملية طوفان القدس كما سموها، تم قتل العديد من الإسرائيليين وأخذ المدنيين وأسر الضباط وجنود من الجيش الإسرائيلي وإخفائهم في دهاليز حماس الإرهابية. أنا أسميها إرهابية ليش؟ لأن ذولا نسخة الدواعش في فلسطين، وهذولا ما يمثلون الشعب الفلسطيني، وهذولا ما طول إيدهم بيد إيران فاعتبروا النجاسة هي مذهبهم، فلا أحد يزاود ولا أحد يعتب علي ولا أحد يقول لي مقاولة مماتعة وضربة. وهذه راح نقول لكم العملية كيف قاعد تمشي وكيف قاعد يضحكون على الشعوب، وكيف هذه المنظمة الإرهابية حماس قاعد التاجر بالقضية الفلسطينية، وآخرها أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، زين مو السلطة السلطة، اعترف في بيان إله أو في مقابلة إله بأنه حماس لا تهتم بالشعب الفلسطيني ولا إلها علاقة ولا إلها شغل بشيء اسمه نضال وتحرير وبطيخ. هذه عصابة ممولة ومدربة من إيران الخايسة اللي راح تبلع المنطقة كلها، وقادة العرب نايمين. ونسينا بداية الحلقة وهو دعاء القناة إلى إنهاء الحرب في غزة. اللهم بعظمة جلالتك وأسماءك الحسنى وأنبيائك ومرسلينك وأئمتك اللي أرسلتهم للعالمين، اللهم تحفظ قادة هذه الأمة الإسلامية العربية في ثلاجات الأموات والكهرباء مقطوعة. قولوا آمين. قامت حماس من غزة المطوقة والقصف، انتوا حتى تعرفون شوفوا العملية شون دا تصير، وتحت انظار اسرائيل وتحت مراقبة اسرائيل بتهريب عدة ضباط بزوارق الى ايران. العملية هذه اللي الحكومة الإسرائيلية متكتمة عليها وما قاعد تعلن فشلها وما قاعد تقول هذا الكلام ولا تداعي به ولا تحكي بالإعلام. وفي آخر تصريح لفشلهم اليوم أعلنوا لحماس بأنه أي مبلغ تطلبوه أي شيء تطلبوه
احنا جاهزين بس رجعونا هذول اللي انتوا اسرتوهم. واسرائيل تعرف بانه الضباط بالتحديد الضباط الاسرائيليين هم الان في طهران تحت التحقيق، وانتوا تعرفون ليش التحقيق الايراني دي يصير، لان اكو خطط عسكريه ذول القاده يعرفوها، وهذول القاده يعرفون كل تحركات الجيش الاسرائيلي وكل عملياتهم والمواقع الخاصه مالتهم والشفره والاجهزه. وهذا في جيش مثل الجيش الاسرائيلي الراد لفتره طويله لتغيير كل هذه الشفرات وهذه العمليات والخطط والخرائط. هنا انتوا فكروا بيها شويه، اقعدوا عقلوها وتكلموها عقلانيا، عوفوا اتركوا العواطف. احنا الشعوب عاطفية، دائما العاطفة تتغلب علينا ودائما العواطف هي اللي تمشينا. بس اللي فكر بعقل خلي يشوف هذه ايران من 1979 لما اجى الخميني الدجال على الطائرة الفرنسية الى ايران بتعاون مخابراتي فرنسي أمريكي. وأنا ما أريد أقول لكم روحوا وسألوا من الخميني الدجال وشنو أصله ومين، معروف وموجود على الجوجل، روحوا قلقلوا وشوفوا من هو ومين أصله ومن الجنده. هنا لما هذول الضباط بأي طريق من الطرق وصلوا إلى إيران، طبعا الهليكوبترات والطائرات الإسرائيلية كانوا يشوفون تحت الضباط وروسهم تحت، لازميهم حماس هيج ما يقدرون يضربوهم لأن ما يريدون يخسرون ضباطهم، وإذا قتلوهم هذه راح تطلع لأن العملية كلها مصورة، وكان التصوير يوصل لحظة بلحظة إلى أمهم إيران. فإذا قتلوهم الإسرائيليين هذه الفيديوهات إيران راح تسربها بأنه الإسرائيليين يقتلون ضباطهم، وهذه راح تصير فضيحة. والإسرائيليين ما قدروا يخلصوهم لأن إذا حاولوا يطلقون النار عليهم الحماسيين راح يقتلون الضباط. هنا إسرائيل في ورطة ودا تحاول بشتى الطرق. أنتوا اسألوا شوفوا ليش دي أجلون بالعملية البرية. اليوم أعلنت حماس الإرهابية بمقتل 50 أسير إسرائيلي عدهم بالقصف اللي دا تسويه إسرائيل على غزة. طيب الإسرائيليين معروفين بأنه مثل جماعة اللطامة دائما هم مظلومين والمظلومية عدهم ويشكون. وشباب بلا زحمة عليكم تعليقات لايكات ستسوون سووا لأن ليشتغلون رحمة الله ما يقدرون. والحمد لله احنا محاربين من الكل، شيعتها سنتها بعثيتها ما أعرف شنو، هسه انقلبوا علينا الحماسيين. أنا ما عندي شيء اسمه خط أحمر هنا، أنا عندي اللي أتكلمه واللي ياخذه ياخذه واللي ما ياخذه هو روح يتفرج على ذولا وأحنا ومقاولة ومماتعة وما أعرف شنو. فأنا بالنسبة إلي أتكلم اللي أتكلمه واللي ياخذه ياخذه واللي ما ياخذه هو بعد كيفه. وصلوا ذولا الضباط إلى إيران ورحبوا بيهم، وهسه التحقيق جاري معاهم لحد هسه، والحكومة الإسرائيلية تعلم بهذا الأمر، والحكومة الإسرائيلية تعلم حتى مواقعهم بس ما يقدرون يسوون شيء. وفي اجتماع مو البارحة قبل أول الأمس كنت في البث أنا هنا، وصلتني معلومة 100% دقيقة. تم الاجتماع مع ممثل الحرس الثوري الإيراني وأحد ضباط الكبار من الموساد الإسرائيلي وعضو من حماس في قبرص.
طبعا قبرص اللي ما يعرفها، قبرص اليونانية مو التركية. قبرص هي موقع عسكري بريطاني، بس مقر الموساد في أوروبا، لأن قبرص اليونانية تعتبر أوروبا، بس من عهد قديم الموساد الإسرائيلي مسيطر على قبرص ويفعل اللي يفعله وكل شيء عنده. اجتمعوا بأنه هذا إلك هذا إلي، خلي دول العرب يتناطحون، ينددون يمددون يسوون، وفي النهاية راح ينجبرون أمريكا تقول لهم روحوا تبرعوا أو عمروا أو كذا، احنا ما لنا شغل كل هذا التفليش والتهديم والقتل، ما لنا شغل به، العرب هم يتولوا، ونجيب هذه الدول اللي احنا نسميها صديقة مثل قطر، وهي اللي تتفاهم مع إيران لإخلاء الأسرى. زين أنتوا مثلا قاعد تقولون دا نسوي جهاد ودا نحرر فلسطين، قتلتوا لكم 1000 إسرائيلي لحد هسه، اليوم هسه قبل البث حصيلة عبرت 7000 شهيد في غزة وآلاف الجرحى، والله يرحم عائلة هذا الإعلامي أو المذيع في قناة الجزيرة، استشهدت عائلته وهو على الهواء، فالله يرحمهم ومثواهم الجنة. بس هو هذا الحرب. الحرب من تجربتي ودخولي أنا في حرب، الحرب ما بيها رابح، حتى لو جندي ينقتل فهو خسارة، فحرب ما بيها. السلام أنت شوفوا ليش هذه الدول ما تعمل سلام، لأن السلام عمره ما يسوي فلوس. هذه الدول العظمى دائما تشوفها تسوي صراعات، إذا مو في أفريقيا في الشرق الأوسط، إذا مو بالشرق الأوسط في آسيا. ليش؟ حتى التصنيع العسكري مالتها والسلاح وين يبيعوا؟ إذا صار سلام عالمي فأمريكا وغير أمريكا من صناع الأسلحة راح يفلسون، فاعتماد هذه الدول على الدم. يعني احنا خلي لا نكذب على نفسنا ونكذب على الناس ونضحك عليهم ونقول لهم لا احنا بكلاشنكوف روسي راح نحرر فلسطين، او بكم صاروخ راح نطلق على تل ابيب نوقع النواحد نجرح النواحد. هذا الكلام الخريط لكل ما يسمى بالمقاومة الفلسطينية، هذا خريط. أنت تضحي في شعب كامل، تضحي في شيء كان اسمه في يوم من الأيام راح تصير دولتين فلسطينية إسرائيلية، هذا الحلم انتهى بهذه العملية، وصار حقد من الطرفين مو بس الفلسطيني الإسرائيلي. وفي حالة الحقد ما راح تنجل لا مفاوضات ولا هذه، حتى لو قعدوا على طاولة مفاوضات، يا ما قعدوا على المفاوضات من ياسر عرفات أبو المطق وتبوس وكام ديفيد وما كام ديفيد، وبعدين من كانت إسرائيل محتلة غزة وانسحبت وجتي حكومة هنية وغير هنية استلموها جماعة حماس، والدول العربية تدفع بالمليارات والكل تدخل بجيوبها، والشعب الغزاوي ما يجوع حصر عليه يشتغل، يوم اللي ما يشتغل يموت جوع، وفي النهاية الشعوب دائما هي اللي توقع بيها. القادة شفتوا لكم في يوم من الأيام قائد مات، أو قائد من دول اللي يسمون نفسهم مماتع أو مقاولة طلع قدام جنوده وقال أنا أضحي بنفسي وأنا أسوي وأنا كذا، أبد قاعدين في عروشهم الذهبية ممولين من دول الدول اللي مفروض عليهم من دول أجنبية تمولهم، وقاعدين في سلام. ومن اللي يروح أولاد الخايبة مثل ما عدنا بالعراق، شفتولكم
مرجع معمم، ابن راح من كتل مات أبد نهائيا ماكو شيء. يقول لك جهاد وقافي دز لآلاف الناس انجرحت وماتت، وهسه هذا الجحش المحشي يبكي ما عنده فلوس ما عنده رواتب ما عنده كل شيء. فالقادة حماس وغير حماس وحزب اللات وجماعة العصائر وجماعة مقتدى السطل وجماعة فلان وعلان، كل هذول اللي مسمين نفسهم مقاولة مماتعة هم عبارة عن تجار دم لشعوبهم، هم تجار دم لشعوبهم، يأخذون المالات أولادهم في الخارج. أسا احنا على سبيل المثل علي خرمنائي هذا رئيس المقاومة الشيعية في العالم، كلا كلا أمريكا وكلا كلا بريطانيا وكلا كلا لإسرائيل والموز وما أعرف شنو، وأحفاده وأولاده يحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية، وأموالهم واشتراكاتهم وأفعالهم كلها موجودة في بريطانيا وأمريكا. طيب وين المقاولة والمماتعة؟ في بداية انطلاقة طوفان القدس إيران قالت لو اتعدت إسرائيل على القدس وقتلت المدنيين احنا راح نتدخل. هذا اول يوم. ثاني يوم وزير خارجية ايش قال؟ نطالب بالتهدئة. وثالث يوم ايش قال؟ يجب التفاوض والتهدئة بين الطرفين وإدخال الأمم المتحدة وإدخال حقوق الإنسان وإدخال و و و شباب لايكات رحمة للرقم كل شيء ما أشوف هسه باليوتيوب. زين فتهدئة استنكار المعرف شنو كذا ودي جيب، والدولة الشيعية العظيمة إيران اللي انبنت على أساس القدس من 79، جيش القدس ما أعرف شنو قدس، حط كل شيء قدس، حتى بالمرقة وبال شو اسمه بالطماطة حاطين قدس. جيش القدس دائما البوصلة عنده ضايعة مثل ما قلناه سابقا. تعال يا بحرر القدس دخلوا العراق. يا ليش تدخل العراق؟ لأن القدس تتحرر عن طريق كربلاء. طيب أوكي أنت دخلت كربلاء وخذت العراق كله جوا إيدك. طيب روح حرر القدس هسه؟ لا، القدس تتحرر عبر دمشق. راحوا طبوا دمشق واحتلوا كل سوريا وقاعدين يقتلون بالسوريين. بعدين يابا تعال هسه اخذت العراق واخذت سوريا، يلا هذا الجولان اطلع على القدس. لا، شو اسمه الشارع ما يمتد منا، لازم نعبر على صنعاء، لان صنعاء هي بها خط سريع على القدس. يابا زين اخذوا صنعاء وحطوا لهم الحوثيين وحطوا لهم كل. بعدين يابا تعال هسه اخذت هذه، هاي صارت ثلاث دول تبيدك، اطلع على القدس. لا، بقى عندنا لازم بيروت، اذا ما نفوت عن طريق بيروت يصير اقرب علينا شويه. جاب هاي بيروت قدامك، هذه اربع عواصم عربيه سقطت والعرب وقادتها الجرب يروحون شو يسوون؟ بدل ما يقاطعون ايران على احتلالها لهذه البلدان العربيه والاسلاميه وينددون بالمجازر اللي تصير في العراق وسوريا واليمن ولبنان، لا راحوا شو يسوون؟ والله التطبيع مع إيران، حتى مو كل واحد يدور مصلحته. يعني ما الدول العربية ليش عمرها ما تتكاتف؟ لأن كل دولة تفكر في مصلحة القيادة هم مو الشعب. أول شيء القيادة ما لنا شغلة بالشعب، هي خيرات مال البلد، ومن يطيله كم دولار للشعب كأنه هو يعني مالك للشعب، وهو ده يعني ده يتصدق عليه. وهذول الشعوب بنروح بالدم
ونفديك وهذا فلان وهذا سيادة الرئيس وجلالة الملك وسعادة كذا والمعالي وطويل العمر وقصير العمر وعلى هالرنة هذه الدول العربية الإسلامية اللي ماشية. راحوا سووا السعودية 25 مخبطين حوثيين لعبة وخلقة بالصواريخ على المملكة، الله يساعدهم والله يفك هذه المصيبة اللي عندهم. سووا الحزم وراح ننفيهم وما سنوات صرفوا بالأسبوع كانوا يصرفون مليار وشوية دولار. شافوا القضية ما تصرف وذول الحوثيين يومية صواريخ، طبوا عن طريق وساطة وإيران وراح نفتح بشروط وما شروط على أساس حتى القيادة قدام الشعب لا تبين بأنه صار تنازل. فلا، أنت روح اقرأ اتفاقية، أبا اتفاقية على الورق بس تحت الطاولة أكو أمور ثانية لا أنت ولا أنا نفهمها. الأمور شفتوا بس الصافحة والإيرانيين ويا السعوديين حوثيين سكتوا. يعني المسألة شنو؟ المسألة شخصية ما يهمهم اللي الآلاف المؤلفة اللي انقتلوا في العراق أو سوريا أو لبنان نهائيا ما يهمهم. ما قالت مثلا الحكومة السعودية احنا عندنا شرط توقفون الحوثيين طلعون ميليشياتكم من العراق من سوريا من كذا، أبد قالوا بس الحوثيين. الإيرانيين علي خامنئي قال لهم انشبوا وقعدوا سكتوا خنسوا ماكو شيء بعد، ما حد ذكر الحوثيين بعد ولا صاروخ انطلق ولا أبد. بس هسه أحب أبلغ حكام السعودية مع جل احترام للشعب السعودي وأرجو ما يفهموها غلط ويقعدون يسبون هم حالهم حال ولدهم حازم، افهموا كيف العملية قاعد تصير. راح يرجعوا لكم الحوثيين والحوثيين صواريخ موجهة عليكم، وتذكروا هذا الكلام. مو بس الحوثيين، حتى الميليشيات المتواجدة في العراق راح تضربكم والأيام بيننا. هنا جماعة كلا كلا أمريكا والموز لإسرائيل قالت لهم إيران أنتوا تعرفون شوفوا دائما والله والله إيران أيام الفرس مو كانوا مسيطرين بيزنطينيين والمعرف شنو حروبهم وانتصروا، عمرهم ما حبوا المسلمين ولا عمرهم راح يحبون العرب. يعني انتوا بس لو تقطعون علاقاتكم مع هذا الجار العار ايران كل دولنا تصفى. وامريكا واسرائيل سبحان الله يعني منا يغزون بغزوة يسموها طوفان القدس ويدخلون على اسرائيل ويقتلون ويسوون وكذا، تجي الأمم المتحدة بعد 40 سنة من الحصار ومن كذا. طبعا إيران ما عليها حصار لأن إيران هذه تهريب وكل شيء، فلوس العراق يمهم، فلوس لبنان فرغوها سووها علقاء، سوريا علقاء، فلوس عندها ما عندها شيء اسمه حصار. فتكريما لجهودهم بعدم مشاركتهم، شوفوا أنا مو قلت لكم صار اجتماع في جنوب لبنان بين وزير الخارجية الإيراني والحرس الثوري وجماعة حزب اللات أبو حسن نصر اللات أخو هيفاء وجماعة المقاولة والمماتعة في سوريا والعراق وحماس معاهم، واتفقوا على يوم 7 بأنه الكل تضرب من مكاناتها، حماس تدخل لبنان تقصف سوريا تقصف وإيران تضرب بالأرض أرض، وهنا العملية تكمل. بس إيران سحبت نفسها باتفاق مع أمريكا قالوا لها لا تتدخلين احنا نفتح الحصار عنكم ونشيل كل العقوبات عنكم بس لا تتدخلون. واللي ينكر هذا الشيء راح أنا أثبت لكم
ادخلوا على موقع الأمم المتحدة وشوفوا المكرمة اللي جت لإيران بعدم تدخلها مع إسرائيل في هذه الحرب. رفع الحصار وأسامي 15 شركة متعاونة مع إيران كانت تحت الحصار وأموال مجمدة. كل هذه الأموال راح تنفتح وما تصير مجمدة بعد. والستة مليار اللي موجودة في قطر وقالوا عليها بأنه تنحجز حتى لا تروح لا الحماس ولا راح تنفتح، انفتحت هي بس يقولون قدام الإعلام. وانتهت العملية بنصر عظيم لإيران. من اللي وقع بيها؟ هذول آلاف الشهداء في غزة، آلاف الشهداء في العراق، آلاف الشهداء في سوريا، ملايين من المهجرين. إيران هي مصيبة هذه المنطقة. زين، هل العيب في إيران أو العيب بقادة هذه الأمة اللي سموها أمة العرب وأمة المسلمين اللي ما عندهم غير أحد يتآمر على الثاني؟ والثاني شوفوا بن غوريون اللي هو أول رئيس وزراء لإسرائيل في إحدى خطبه الرنانة في يوم استلام رئاسة الوزراء الإسرائيلي قال ثلاث دول هي محور الشر لإسرائيل، عددهم بالتحديد: العراق أولا، مصر، سوريا. وده تشوفون بس احنا الاخبار مالتنا دائما ما تطلع هذه الشغلات. ليش؟ بسبب التعاون الحقير بين قادة العرب والمسلمين وإسرائيل من تحت الطاولة. عجبني بيان الوحيد والشريف من مجلس النواب في ليبيا، قالوا عدة نقاط بس من أهم النقاط اللي اتطرقوا لها وكانت فعلا في الصميم لو كان يطبقوها العرب هسه الحرب توقف في غزة، هسه في هذه اللحظة. الفقرة الأولى: ليبيا قررت عدم بيع النفط والغاز لكل دولة تدعم إسرائيل. لو العرب قاموا الكل بهذه العملية مثل ما عملها الملك فيصل الله يرحمه، الملك اللي فعلا يستحق الرحمة ويستحق واحد يستغفر له ويترحم عليه يوميا، يوم اللي قطع النفط عن الغرب وخلاهم على البايسكلات يفترون. بس احنا عندنا قادة اهم شيء عندهم الكرسي، عندنا قادة خاضعين، عندنا السيسي، عندنا دول اللي موجودين هنا وهنا. هذه مصيبتنا، خونة بايعين أوطانهم وبايعين شعوبهم ويتكلموا لي بالتحرير ويتكلموا لي فلسطين وهم اللي باعوا فلسطين وباعوا بلداننا. أقسم برب العالمين لولا ذول القادة كان ما صار اللي صار. القادة العرب خونة بدون استثناء، اللي ما يعجبه هذا الكلام، هذه مو قناة نقعد نتملق بيها أو نقعد نقول للشعوب لا كل شيء تمام والمقاولة والمماتعة راح تجي وراح نتحرر وراح نجيب فلان وكلهم حاضرين. اللي يقتلني أكثر، اللي فعلا يقتلني أكثر، جماعة العمائم اللي حاطين كل واحد قعادة مال طفل فوق راسه، وأنا ابن الحسين وأنا ابن رسول الله وأنا ابن جد رسول الله وحبيب الرسول وحفيد كذا، من دخلوا الدواعش اللي هم صنيعة إيران إلى الموصل هم 300 مخبط مثل ما دول الحوثيين دخلوا واحتلوا الموصل خلال ساعات وبالاتفاق مع نور المالكي، وما حد يحاسب نور المالكي لأن العملية كلها يمه.
والضباط كلهم سرحهم وطاهم الفلوس وقال لهم شلعوا خرجوا خارج البلد. وراحوا أهل الموصل بيها لأن هذا متطرف، وإيران عمرها ما كانت مسلمة وتبقى مجوسية إلى يوم الدين، لا تغركم لا دين ولا أبد. هذول الناس ما عندهم شيء اسمه دين، وتجارة التشيع والشيعة كل كذب في كذب. الخزعبلات اللي تشوفوها في العراق، اللطوم والزنجيل وأم مظفر أم خضير يومية طالعت لنا وحدة ومسوي لها مقام، واليوم فلانة ويوم لطوم، هذا كله صنيعة إيرانية. بس لما تروح لإيران أم التشيع ما تلقي ولا مظهر من هذه المظاهر اللي تشوفوها بالعراق من 2003 لحد يومنا هذا. ممنوع اللطم قانونا في إيران، ممنوع رفع أي راية غير رايتين هي العلم الإيراني وعلم الحرس الثوري، ممنوع نهائيا هذا طبخ وما طبخ، قاطعين شوارع وقاطعين أرزاق العالم نهائيا ماكو. بس عندنا احنا هذا الشعب القرد حش الطيبين اللي هم صاروا يعني ما تشوفهم حتى بالمايكروسكوب، شعب لوقي متملق متزحلق متقلب، يحب النفاق يحب الكذب، يحب واحد يكذب عليه ويطي وعود كذب في كذب، المهم يصير قائد، المهم يروح زيارة، المهم أكو متعة، المهم أكو مضجعية. يعني هسه العراق دول غالبيتهم لازم ناموا يا أمه قدامه ما يهمه، بس إذا حشيت على سستاني قتلك. يعبدون شخص ما حد شايفه، ما حد شايفه يصلي، ما حد شايفه يحج، ما حد شايفه يقرأ قرآن، ما حد شايفه يصلي. هو يوم علي بن أبي طالب، مو علي بن أبي طالب يقولون جدك؟ يا أبي هذا مو جدك، ده يناديك عيني ابن أخته، روح يمه اقعد يشيلوك مثل هبل، واقعد روح صلي على الأقل قوط لك دق لهورن قل له عيني أبو حسين أنا هنا، حتى يعرف بأنه أنت موجود. حتى الشعب هذا المطي اللي تبعك يشوف يعرف حقيقة. من لطيف يقول هذا مقنع، أوه هجت الدنيا علي ما قامت وما قعدت وكلها صارت أبطاء. يا بأثبت لي السعاني مثلا طلعتني كذاب ما يخالف، على أنت أريدك تطلع كذبي قدام الناس، أنت طلع لي قل لي لا هياته هذا سبتة تنقاني أنا ما أخذ سيلفي وياه، أنتم مو تقولون أنا رح زرته، أي تروح تزوره، بس هو هل هو هذا سبتة تنقاني؟ عندك كاميرا عندك تليفون؟ حتى مؤخرتك يفحصوها ويأخذون كل شيء منك، قاعد هو مطلع إيد هيش يبوس وحفظك الرزة وطلع، ومن ماكو شيء بعد شلع القناع ومحمد رضا سبتة تنقاني كل شيء تمام، العملية انكشفت. هسه شو يسوون بعد؟ ماكو شيء بعد. زين انت يا سبتة تنقاني انت مو اعلنت الجهاد الوقافي مال امك اللي سوت قرعة بين ثلاثة يا جيل خلفوك، ما سويت هذا مو القدس، هذا مو القدس، ما حكيت ما فتحت حلقك حتى ما 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 تمددت كل شيء ماكو. وين الدولة اللي ماتك الناطقين باسمك أحمد الخابط اللي حطينا له فلتر وصار أحمد الصافي؟ وين هذا عبد الهتلي الكهربائي اللي ناطق باسمك واللي طال الجهاد الوقافي وعلى كل هذه؟ وينهم؟ هذه القدس وهذول الأبرياء. زين هذول مو بشر، مو أنت تقول أنت مسلم ومضجع عريض، ما حكيت ما قلت ما طيت فسوة. هذا مقتدى الخبل ابن الخبل، السطل ابن السطل، اللي ما يعرف يكتب اسمه يقعد يتهجأ ألف باء لحد ما يوصل بعدين حط. زين لازم عمامته، والله لا ما أبوي حط لي هاي القعادة، ما أشرب المي إلا توصل غزة، لا وصل مي ولا وصل غزة ولا بطيخ. يلا عيني بيان مهم من السيد القائد، قائد الإصلاح
هو ماكو فساد بالعراق من 2003 لليوم ما وراء مقتدى. يلا تصعدون سيارات وتروحون لأخوتكم تساعدون في غزة، زين، بس بشروط، حط شروط رأسا، حط شروط، بدون سلاح، بدون عنف، بدون كل شيء. أدري ابن سير النعل رايحين شو يسوون إذا ما رايحين يسوون لهم شغلة، على شنو دازهم؟ يلا هسه قاعدين بطريبيل شاعلين أبهات العالم دي يسلبون هالمرة أهل التريلات اللي دي يطلعون. شعب مسلبشي، شعب قشمر، شعب يوديه ويجيبه، أي حمار يجي، هذا الخارط ابن الخارط. شعب مطي، صدام راح، احكي لنا هسه ابن سير النعل، ولو تجي ما اعرف شغله من الله لازم لطيف ما اعرف شنو سواها واشتكى وما اشتكى واني وقناتي. بالمناسبه نحب نطمن كل البعثيه وكل هذه، نسوي جمعيه شباب الباي بال، راح نطلع لكم اياه، نسوي جمعيه تبرعات لان المناظر مات الخارط ابن الخارط مال مايا خليفه انكسرت، الله يطيح حظك. وطالع بث مناظر البعثيه يمكن شوروا بيه، رجل اسماء التهابات، واحد كاولي ابن كاولي صاير سياسي براسي. انتم شوفوا من اللي تابعه، شكو ساقط على الكره الارضيه، بس ان شاء الله ان شاء الله بالقانون، ما هي هاي المصيبة بأمريكا، القانون مالتهم مطاط ويجور وعور، هو كان لازم من ذاك الشهر شايلي، بس شو نسوي لهم، هاي قوانينهم، على كيفهم يمشون. والله هذا الخارط ما راح يبقى. ولما يقول البعثية والصداميين جبناء، أشهد ما بالله أول كلمة صحيحة تحشيها بحياتك. نعم الصداميين والبعثيين أكبر جمراء، واني اضم صوتي لاول مره معك. ليش؟ لان ما فركوا حلقك لليوم، ولهذا انا اعيدك لاول مره بانه جبناء. صار لك سنه امهاتهم ركبتها بتلفيق وبقصص وبكل شيء، ما حد اجى فرك حلقك، بس قاعدين مسوين سيلفي، اسمع لك اسمع، ما اعرف شنو، ما حد اجى فرق حلقك، هذا حلقك ايش يقولك اياه، ويحطون بنص قيوه مال جدي الكردي وتلصم وتاخذ اسماء التهابات ماتك وتقعد. هذا ابنك، انت ليش ما تقول للمتابعين ماتك؟ مو انا حطيت الرابط، انت مو تقول انا ربيت ابني احسن تربيه اولادي، زين شلون ربيت ابنك هذا عمر اللي انهزم من امريكا واجى لي بريطانيا باسم مزور ومقدم لجوء، وهذا محمد خصيان ما ادري علوان وصاير لوتي، زين وساعده واني وما اعرف شنو، زين ما ليش ما تقول لجمهورك العريض شلون ربيت ابنك عموري؟ اش اول ما كبر تجارة سلاح ومخدرات، انحكم 8 سنين، واللي يريد أدز للرابط، مو أنا داعشي، هذه صحف أمريكية اللي دائما تكون بالمحكمة هي اللي ناشرة مو أنا. ابنك انحكم 8 سنين، قضى 3-5 يصير تحت المراقبة ورا ما يخرج من السجن، وانت هربت البريطانية وجبت البريطانية باتفاق بينك وبين علي الساهر اللي كان مع عدي اللي هسه انت قاعد تسبه، فحتى تعرفون هذا الشعب الخايس شلون يمشي على المصالح. علي الساهر يقول لا مالي شغله اني، هذاك يقول اني والله ربيت اطفالي، زين هذا ابنك هنا أنا والله ما خليه يشتم اللجوء، ما طول اني اتنفس، ما طول أنا يتنفس ما يشتم اللجوء، وإن شاء الله أسوي لك جمع شمل وياه بالعراق مو بأمريكا، لأن ملفك مات اللجوء مالك
خير من الله. محامي رسمي مو أني راح يفلس لك الأول والتالي. وتعرف القانون الأمريكي اللي يكذب عليه يفتحون ملفه ويلفوه ويحطوه بعلاقة وياخذوه. ماكو بيها كافلام. وتخلي منك بث يم جماعتك الجراوي الميليشيات بالعراق من توصل أيام صدام الفنان ما أعرف منه دروح هناك وبعدين ندفع. نرجع إلى هذول الميليشيات جماعة المقاولة والمماتعة وأحنا وأحنا. أريد أسأل دول الزبابيق مالتهم اللي كانوا أحنا فلسطين والقدس وما أعرف شنو زين. هذه غزة قاعد تنضرب يوميا آلاف الشهداء. أرد أعرف أنتوا جماعة المقاولة والمماتعة شو تريدون؟ سألوا يا بس سبتة تنقاني أنت ليش ما تطي فتوى؟ والله قال إحنا الفتوى ما تطلع إلا بظهور صاحب العصير والرمان. زين أنت لعد الفسوة اللي طيتها ما الجهاد الوقافي ماتك يعني هاي شلون طلعت؟ كان اكو ترخيص عدم تعرض طوك وقال لك المهدي يلا مو مشكله مشيها ما طول عسنا قول انفسنا حتى يقطعون انفاسهم. ناس التقيه انشالت. وارجع واقول الله لا يرحم من يرحمكم. وارجع واقول واكرر مره ثانيه الله لا يرحم من يرحمكم. والدنيا دواره باحلامكم بأحلامكم مو بالحقيقة بأحلامكم ما كنتوا تتصورون الرئيس صدام حسين الله يرحمه يروح. الله سلط أمريكا وجتي وبريطانيا وسقطوا. أنتوا دستوون هسه 20 سنة حايط ما بنيتوا مقضيها كلاوات وكذب ونفاق ولابسين هدوم مطلايع رايحين يسرى جايين يمنى شايلين رشاشات سايرين جكسارات. هسه امريكا ما حطتكم بعقلها. اجت ايران ايش قالت لكم؟ دفاعا عن الغزاويين ضربوا القواعد. شوفوا شلون دا يلعبون بيهم. لان امريكا قالت لهم للايرانيين انتوا لا تتدخلون نهائيا واحنا نفتح الحصار كل شيء عنكم. وهذه الوثيقة موجودة دخلوا على صفحة الأمم المتحدة رفع العقوبات ورفع العقوبات عن الشركات وارجاع الأموال وكل أرصدة. يعني إيران راح تقوى. وعملية غزة كلها هذه كانت عبارة عن لعبة اتفاقية إسرائيلية أمريكية إيرانية. والمطايا العرب قاعدين نندد ونمدد والتهدئة ويطلعون بيانات مجلس أمم متحدة وأحنا ضد هذا التعسف وكيان وهالكلاوات المشية علينا صار لهم 70 سنة. من أنا صغير كنا بالابتدائية يمكن 100 فلس ما أدري قد كل شهر لازم نتبرع إلى فلسطين. المليارات التريليونات اللي جمعوها براس الشعب الفلسطيني كان بنت 20 فلسطين. بس قادة كلش كلش مواطنين من ياسر عرفات لابو مازن لابو حماس القسام كلهم ناس قتل مجرمين تاجروا بالقضية الفلسطينية مثل ما يتاجرون العرب بالقضية الفلسطينية مثل ما يتاجر أبو إيران بالقضية الفلسطينية. وهي شماعة للتغطية على زبالاتهم وعلى ما يفعلوه في هذه البلدان. يعني هسه أنتوا تصيحون صدام حسين كان دكتاتور نمشي وياكم دكتاتور دكتاتور. طيب أنتوا كنتوا تقولون صدام حسين جايب عشيرته وعائلته داير مدايرة ما يخالف على عيني وراسي صحيح. انت تقولون صدام كان يسوي مقابر وكذا نمشي هم نقول ما يخالف. طيب نريد نعرف الزمرة الحاكمة في العراق
من ومن ما يسمى مسؤول في العراق عشيرته وعائلته وابن خاله وابن عمه ومرته ورجل بنته وما اعرف شنو ما عنده مسؤولية او ما مشترك بالعصابة او ما معين سفير او مدير او وزير او كذا. من ومن العصابة هذه الحاكمة بالعراق ما سوى مقابر جماعية وسجون خاصة بعيدة عن الدولة ما يسمى العراقية وبعيدة عن القانون. وهذا محمد شياع الأرجنتيني اللي يقول أنا رئيس وزراء والقانون وأنا أمثل كل شيء، كل شيء ما يقدر يسوي. سرايا المطايا الحمار جماعة مقردة عندهم سجون خاصة، جماعة تيس الخزعلي العصائر عندهم سجون خاصة، كتائب الإمام طلي عندهم سجون خاصة، وهذه كل العراق عبارة عن أنفاق وسجون وما تلقي غير شيء. زين هذه المليارات اللي قاعد تسرقوها باسم الشعب وباسم الحسين، ليش ما تخلوها بالعراق؟ ليش ده تطلع البريطانيا والإمارات وقطر وفلان وعلان وتجارتكم ماشية؟ حتى هذا حزب البعث اللي أنتوا تقولون احنا ضد حزب البعث، أنتوا غالبيتكم البعثية هم ده تشتغلون ويا الميليشيات. وأبسط مثل اللي قاعدين في الأردن واللي قاعدين في قطر، وعندي الأسامي والأرصدة وكلها عندي، بس خلي تخلص مال غزة وراح أستلمكم مربعتين ما أرحمكم. حتى لحد يقول لي ها احنا البعثية راح نرجع، لا تتحلمون ترجعون، واحنا صدامير ما ترجعون، ورغد راح ترجع، لا ما ترجع، ماكو اي شيء يرجع. اللي يروح مثل الميت، من الميت يروح ما يرجع. ما فكرتوا في يوم من الايام؟ ليش؟ لان احنا شعب خليط. أني دائما أحكي اللي إلي واللي عليه، شعب خليط. ما عندنا الغالبية 90% إحنا مو عراقيين حقيقيين، إحنا خليط بين فرس وأتراك عثمانيين. قلة قليلة ما تطلع 3-5 أو 10% من العرب اللي هم جونا من الجزيرة العربية في العراق، أما الباقين فهم بابليين، الآشوريين، الكلدان، اليزيديين. احنا ترى دخلاء، ليش ما نحكي الصراحة؟ بل يهود كانوا، يعني اقسم بالله اني لو من قادة العرب بدل ما اطبع ويا ايران اطبع ويا اسرائيل، اقسم بالله. هذه ايران، أنتوا يا إسلاميين يا من تدعون الإسلام والتأسلم، يعني أنت يا قطر تعطين 400 مليون دولار سنويا لحماس، ما سألتوا فد وصل هذه الفلوس وين صرفتوها؟ أنتوا تعرفون وين تنصرف، بالملاهي والكازينوهات وعلى حسب الأصول وفي تركيا. أنت يا أردوغان، أردوغان أبو اللي مسميه أحد الصحابة، سويت ثاني يوم الحرب دزيت باخرتين محملة أكل وشرب مو لفلسطين، لإسرائيل. احنا نتكلم، انت عميل يا بس، ما انا اسا عميل المن لإيران لإسرائيل للسعودية، مو انا دحكي على الكل، ما عندي انا عميل من هو سماحة، انا عميل بس الجد الحسين وهذا التاريخ. ليش انتوا تحبون واحد يكذب عليكم؟ ليش تنافقون ويا شعوبكم؟ ليش ما تقولون شعوبكم الصراحة؟ ليش ما تقولون احنا عملاء مكيفين لطيف راح لإسرائيل، انا رحت علنا، بس انتوا علاقاتكم اللي جوا الميز العمائم اللي شفتها أني في إسرائيل، المناضلين الأبطال المقاومين الجماعة
اللي كلها تصيح احنا مقاولة ومماتعة، وتشوفوهم يغردون من اجل نضال العراق. من فائق دعبول الايراني، مو قلت لكم لا تأمنون بايراني، هذا فائق دعبول، واحد جرو، واحد عجمي نقص، التقية دينه ودين اجداده، مع السنة يصير سني اكثر من السني، مع اليهودي يصير يهودي ويروح يصلي يمح حائط المبكى دك كلات بالحائط ويصير يهودي اكثر من الحاخام نفسه، ومع المسيحي نفس الحالة، ومع اي شيء. وهسه مستلمين الكويتيين، بس يا الكويتيين والله العظيم لا تتندمون ندم مقدش على راسكم لما راح تعرفون حقيقة هذا الشخص، وراها راح تقولون اوه والله ابو عمر قال لنا، ويطلع لك احمد البنفسجي قاعد بامريكا بشاونطن ما ادري وين، شاونطن مال شو اسمه، وحتى مثال الالوسي، وحتى فلان وعلان، وهذا مثال الالوسي طلع يبكي بالتلفزيون قطع وراتبي. زين انت مو تصيح ميليشيات وميليشيات، وما حكيت ولا كلمه لحد ما قطع وراتبك، يلا قلت سبحان الله. يعني كل هذه السنوات تاخذ راتبك من الميليشيات اللي دوخت وصدعت روس العالم وتاجرت باولادك اللي استشهدوا، بعدين من قطعه الراتب قمت تقدي قطعه وراتبي والله عايش على ما اعرف شنو، ويومية هسه المنظرين تلقاهم نفسها انتفاض قنبر، انتفاض قنبر الوطني اللي فعلا متأسف على احتلال العراق، وبس يعني بس المهم صدام ينشال، وطالع يوميا قناة مستضيف تعال واحكي لنا خرطنا اني بشاونطن، اي على قول ذولاك ولد حازم ما يقولون واشنطن يقولون شاونطن، اني من شاونطن التقيت بعضو الكونغرس الدرنفيسي، والتقيت بالفلان الفلاني، والتقيت بالزعيم الديمقراطي الفلاني، وقالوا لي راح نسوي هيك واني هيك. زين انت دا تقول اني حبي للوطن على عيني وراسي اهلا وسهلا، تندمت ما تندمت ويا تشلبي، كنت الرجل والذيل مال احمد تشلبي، وسرقت ما سرقت حالك على العبرية. زين انت تحكي بالوطن وانت قاعد بشاونطن بامريكا، وفاتح لك شركة نفط تتعامل مع كردستان بتهريب النفط، والشركة اسمها وينها دحج والله اسمها KBPAC، وعنوانها موجودة هنا بشاونطن، تحكي لي بالوطنيات وتقول هذول ميليشيات اللي بالعراق وانت ما اعرف شنو، وانت زوجتك مرة يمكن تشوفها بالسنة. ليش؟ لان زوجتك صايرة السكرتيرة مال اياد علاوي، دا تشوفون شلون واحد طاب بنص الثاني يسوي شقلبان ويا الثاني. انا عدو ويا هذا بس اخلي المرة تروح تشتغل يم العدو سكرتيرة، انا عدو ويا فلان بس انا يعني اسوي شركة بس حتى اروح امشي شغلاتي، فواحد ماكل الثاني، وراح يطلع لي واحد هم مطي راسه مربع، انت لعد من وراك، انا والله ورايا الله. ليش؟ لان 32 سنة اني بالغرب لا مديت ايدي المساعدات، وحط رجلي هذه المعوقة بالمؤخرة ما توكسرها اذا قال واحد انا اعطيته فلس، او قال لطيف اخذ مساعدات الا شهرين الاولى اللي وصلت بيها بالنمسا وبالاخير رجعت لهم اياها بال92. ليش انا احكي بزودي؟ ليش اني اطلع؟ انا في بريطانيا الجايفة اللي قاعد بيها ما يقدرون يسوي لي، قاعد بفلوسي، قاعد بشغلي، قاعد بشركتي، عندي موظفين، عندي ناس، ما قاعد اعطوني ما اعرف شنو مساعدات، والله اني كذا. انا لو قاعد اتلوق واتملق كان عندي 50 جنسية، ليش صار لي 8 سنين ممنوع اني من السفر؟ ليش ما أنا ممنوع من السفر؟ ليش ما يعطوني جواز حالي حال الناس، حالي حال دولة ولدم حازم اللي موجودين هنا، أول ما يجي إقامة وجنسية
ويفتح له ملهى أو يفتح له صرافة محل ذهب ويشتغل تبييض الأموال. هم يردون هيك واحد، بس يجي واحد مثلي يحكي ويقول لهم أنتوا هيك من أمهاتكم، يعني هذا الزهاوي ابن الزهاوي أو كان يقول شوفوا الفخر مات العراق، وزير عراقي صار بالبرلمان البريطاني ووزير بريطاني، هو أكبر حرامي لطام كلب ابن 16 كلب، ويطلع بالبرلمان يصيح لازم نوقف مع إسرائيل وإحنا زين. فهم ذولا اللي خزونا وخزوا اسم العراق، هذا العراق اللي كان عظيم هسه عراق العطوانية، العراق مال مضاجع، العراق مال تمن وقيمة، مال أي يعني زين، مال زيارات، مال تمتع، مال ركض، شعب راكب، شعب يموت على الركض، شعب يحب كليشة. ولو ما شو اسمه أكو شغلات محرمة كان حكيناها، بس تعرفون متوضي وشارب عصير قرنابيط، فسرسرية لا حد يتاجر براسي، لا حد يقول لي والله أنت كذا وأنت كذا، أنت ما لكم شغلة بيه، أنت شوفوا أنفسكم قبل ما تجون تحشون على غيركم. شوف الدنيا مقلوبة شهداء والله العظيم، حتى الناس اللي وياي بالبيت ما دي يقدرون يحطوا لهم لقمة بحلقهم من الدم اللي دي يشوفوه من الأطفال والنساء والشيوخ. وأنت السرسرية تعال نسوي منازلة بالتيك توك، أنت إيش قد تحصل، أنت ما أعرف إيش قد، الله يطيح حظكم. شعب فاسد، شعب ما بقى أحد ما دعا عليه. يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، دينكم دنانيركم ونساءكم قبلتكم، سوف يأتي يوما عليكم حريقا أو غريقا، لقد ملأتم صدري قيحا. الحريق والغريق جاءكم، وإن شاء الله ما تقوم لكم قومة. ليش؟ لأن أنتم تستاهلون اللي دي حكموكم، ومنكم سلط عليكم ناس سفلة، ناس تموت على العبودية، ناس ما تحترم نفسها، ما إلها قيمة نفسها، تبيع زوجاتها، تبيع أمهاتها، ما عندهم أي مشكلة، ما عندهم أي مشكلة. الشريف ما صار عنده مكان بهذا المجتمع، إن كان بالعراق أو خارج العراق. والله العظيم قمت أكره أطلع برا، والله العظيم لو ما شغلي ما أطلع برا، أقفل الباب على نفسي وخلص، أكو شوبينج أونلاين يجيبوا لي وخلص، بس مجبور، عندي شغل، عندي عمل لازم أخلصه. أنا إذا أقعد هنا أقول لك المساعدات إيش قد صارت، أقول لك إيش قد راح يطوني، الله يطيح حظكم، كل واحد كتفه هالعرضة يروح يأخذ مساعدات، هالمرة يروح يشتغل بالأسود والله شنو، وبعدين ياخذ جواز يصعد الطياره ويرجع يتفخفخ ويقعد يتعقل براس الناس. والله شوفوا جوازي بريطاني، جوازي امريكي، هو كاتل الجوع وحافي مثل هذا الخارط ابن الخارط، حاط نفسه بصندوق مكيف. اليوم صار عندنا 5 كاميرات، قبر اللفك ولف اللي يتبعك ويتبع امثالك، ناس ساقطين عايشين على الفخفخة، على النصب وعلى الاحتيال وعلى أنا هسه هذا محتاج شيء، هذا كرسي، هذا تليفون، أدوس الدقمة بث انتهى، أدوس الدقمة، لا أحتاج كاميرات ولا أحتاج أسوي استوديو ولا اللي يريد يحب يشوفني يشوفني، لو هسه أنا قاعد بلقع، بس أنا ما أجي أسوي فخفخة وفنطزة والله تحول من فلان كاميرا لفلان كاميرا، يريد يسوي نفسه بأي طريقة فتشي مدى يقدر، مدى يقدر السم ينقط منه، مكلب لي شيعة واحنا شيعة. زين انت مو ذاك اليوم السب الشيعة والسب المراجع والسب، فيديوهاتك منشورة، بس هم المطايا اللي دي يمشون وراك شي يحجون. هسه أنا باكر أطلع أقول المضجع الفلاني هذا مضجعي وأنا ما أعرف شنو،
وأني مع أخوتي المجاهدين وأني ما أعرف شنو الحشد تاج الرأس. هذه قناتي صار مليون وينسون حكي كله راح ما لهم شغلة بعد. هو هذا الشعب شعب طايح حظه ما يعرف شلون يحكي. أنا هذه قناتي من فتحتها لحد اليوم نفس النهج لا أفتر هيج ولا أفتر هيج. الأعور أقول لا أعور تبعينك لا أستحي ولا أخجل لا منتظر سفارة الطيني ولا منتظر دولة الطيني ولا منتظر أي واحد يجي يقول لي يطلع لي أبو شمعدان نشكر أبو شمعدان دزلنا ونشكر فلان محمد ستيان دزلنا وش يقول هسه أنا هذه الكاميرات وهاي كلها بزودي بس شعب مطي شعب مطي بعد ماكو عيب ماكو مستحى. اللي عجبه أهلا وسهلا اللي ما يعجبه هذه قناة أحرار ما تابع لا جهة ولا دين ولا سياسي. عندي 50 حر بهذه القناة كل شيء يكفيني ما يشرفني مليون ذيل وقذر ومتقلب والله على مود أجمع مشاهدات أو أجمع والله أني عدد القناة يرتفع. 50 شريف هنانك يكفيني هواية أقعد أتناقش وياهم أحكي وياهم أنا غلطان يقولوا لي هذا غلطك وأسمع كلام تجيني انتقادات أحكي أسولف. البعض يقولوا لي لا تغلط مو مستواك يا أخوان أنا هذه مو طريقتي بس يجبروك تغلط. يعني من يطعنون بعرضك وأختك وأمك شو تريد تقول له سامحك الله لا والله أكسر رجلي بأمه. يعني واحد إذا ما حكى الصراحة وما حكى أنا هسه قاعد مثلا أجيب ناس ما أدري منه حس وما أعرف هذا واحد معقل وقاعد بألمانيا ومسوي لايف وش قد تأخذ باللايف مالك 200 دولار 500 دولار 1000 دولار. هو هذا العراقي صار وحدة قاعدة مطلع صدر وتكرس حاب قبور لفتكم ولفت العراق اللي أنتم منه وحاسبيكم علينا بسبب كم تافه وساقط ابن ساقط بلش هسه قام يخبطون الزين والمو زين هاي الحكومات الغربية وقامت تسفرهم إلى العراق بسبب دول الساقطين. حامل وثيقة سفر مال لجوء كاتبين عليها كل دول العالم على العراق هو يعوف كل دول العالم ويروح للعراق ليش ويقعد يصور. وطبعا هذا شغل ميليشيات قال لك روح سوي هيجي حتى يعرفون كل العراقيين هيج والعراق ما بيشي ويقول لك كله كذب هاي قصصهم كله كذب يلا رجعوهم. أوروبا واليوم ألمانيا بالتحديد حذرت كل رعاياها وحذرت شعوبها بعدم السفر إلى العراق بعدم السفر إلى العراق. ليش؟ لأن أمريكا راح تضرب. أمريكا قالت لهم قعدوا وانشبوا ماذا يقعدون وانشبون راح يضربوهم من الجو. إيران تعرف راح يضربوهم. إيران قالت أنا شو إن شاء الله إيران دائما تبيع ذيولها ومو بس إيران كل دول العالم ما تتقبل العميل. يقول لك العميل اللي خان بلده وخان وطنه ما راح يصير وفي إنه. هذه معروفة بكل قوانين ودساتير إن كانت الدول حتى الأجهزة الأمنية حتى الأجهزة الأمنية. يقول لك الوكيل مالتنا أو العميل مالتنا غير موثوق به ما طوله ده يخون فراح يخوننا في يوم من الأيام وتشوفون دائما نهاية العميل مدفون. فيا ناس العراق حال حال فلسطين رايح أقسم بالله. أمريكا راح ترجع لكم البند السابع واللي ما يعرف البند السابع شنو اللي كان في أيام النظام الرئيس صدام حسين الله يرحمه لما تم احتلال الكويت حطوا العراق تحت البند السابع وهو البلد يعتبروه بلد خطر على العالم يسوون حصار عليه دولار ماكو
ويسووا له النفط مقابل الغذاء مثل سابقا. واقعد انتم جماعه الميليشيات قعدوا كلا كلا امريكا ونسقط امريكا ومعرض امريكا راح تطب طول عرض بيكم. خط الخطه مالتها تغيرت، قبل كانت عايفتكم قالت لا عوفوهم، بس هسه لا راح تنتف الريش مالتكم، ابو ابوكم راح تصمته. وبالمناسبه اسرائيل ايران طلبت من عندها بعدم المساس باي مفاعل نووي عندها، هذا قبل كم يوم الاتفاق مالتهم صار، لان احنا نقدر نضرب ونهيج الميليشيات مالتنا، وصار تعهد بيناتهم ما يخالف تصيرين نووية بس نسوي معاهدة السلام. وراح تشوفون هذا الكلام شلون راح يصير ويا جماعة كلا كلا أمريكا والموز لإسرائيل. ما حد سأل نفسه ليش طلقة واحدة ما طلعت من إيران لحد هسه، ويطلع وزير خارجية إيران تهدئة وسلام و... وهو اللي هيج الموضوع. إيران هيجت حماس، وهسه إيران اليوم راح تسوي مناورات عسكرية لكل الجيش مالتها تهيئا. أخاف بالمستقبل يصير شيء، هو مو على مود غزة، لا هاي العمليات لحماية نفسها، لأن هي ما تثق لا بإسرائيل ولا بأمريكا، تأخذ معاهدات وتعهدات وهذا بس ما لها شغل. وإيران محضرة القنبلة النووية وجاهزة، بس باقي الإعلان شو هي حسب الأخبار شلون راح تصير. شوفون غزة، شوفون من انضرب بعد، إسرائيل الكبرى قادة العرب مشكورين سووها، الشرق الأوسط الكبير قادة الأمة العربية بسببهم صارت وبمساعدة إيران. قد تشوفون ديموغرافية العراق شلون تغيرت، ديموغرافية سوريا شلون تغير، لبنان، اليمن، التشيع الفارسي في تمدد بدون توقف، لأن ما عندنا زلم توقفه، راح ذاك الرجال اللي كان حاط حذاء أو البوت الأحمر ماله بحلق إيران والخميني، اللي باعوا القائد اللي كان لازم البوابة الشرقية والجيش العظيم اللي كان رابع جيش بالعالم، رحتوا بعتوه، فتحتوا مطاراتكم، مولتوا احتلال العراق، بالعافية عليكم اللي صار هسه بيكم. أربع عواصم سقطت، صواريخ على مكة المكرمة اللي تسمون نفسكم مسلمين، بس ما شفنا مفتي مكة المكرمة قال الجهاد على الحوثيين دولة، لا يخاف، لأن ما جاي الأمر من ولي الأمر، بس صدام حسين سووه كافر، وصدام حسين أو غير صدام حسين من الطو فساويهم بأن تروح تفجر جثة ماتك الخايسة على العراقيين الأبرياء، هذا مو مشكلة، بس القدس ما لهم شغل بيها. هذا التلاعب بالدين وبالعقل اللي وصلنا إلى هذه المرحلة، هذا التلاعب بالألفاظ، وهذا شيعي وهذا سني وهذا حلال وهذا حرام، اللي طيح حظ الدول العربية والإسلامية بالتحديد. اللي يرضى يرضى، واللي ما أنا انتقدوني، أخونا الحج انتقدني قال بأنه تميصر تحكي على الرسول أو في البث، أنا أخذت الانتقاد لأن أحنا أخوة، أصلح له ويصلح لي، أنا ما أجيب الشيء من جيبي، دزيت للحجي قلت له تفضل عمي هذا الروابط مالت الفيديوهات اللي قاعد تطلع لي، الرسول قال هيك تتمتعون هيك تسوون ويا نسوانكم، انا شلي شغله زين، هان من كتب السنه مو من كتب ابويا ولا لطيف يحيى مؤلفها، كتب السنه قبل الشيعة. السعوف هذول بالله احنا خلصان من دينهم، نعرفهم تقيه وبكيفهم يخرطون، بس كتب السنة هذه مو كتب مال أبويا ولا لطيف مؤلفها. فأني مدى أحكي على الرسول، أنا إنسان مسلم، نبي محمد، أي شيء جواهم ما لي شغلة،
انت كافر، انت شلك شغله؟ اني كافر مكافر؟ اني ما طول اعرف اني نفسي شنو؟ مالك شغله بيا، مالك شغله بيا. انت ما تصلي، شنو فائده اني اصلي واقرا قران بس اصير منافق واصير دجال مثل هذا الخارط ابن الخارط؟ يقول لك انا اصلي واصوم واعرف الله، بس شوفوا الخريط ماله، لا مخلي عرض، لا مخلي ام، لا مخلي اخت، لا مخلي حرمه الاموات، اللي حتى الكفره ما لهم شغل بالواحد من يموت. يعني تريدني اصلي واصوم بس اصير منافق واشيل غيبه العالم وما ساعد احد واروح انافق على الناس واقعد اكذب واقعد اسوي؟ لا، من خرب هيك صلاه وهيك صوم. يعني لا اصلي ولا اصوم ولا ابد، بس اعرف الله وخاتمه للقران واعرف محمد منه واساعد واسوي شغلات اكثر من الف واحد يصلي ويصوم بالنفاق والدجل. انا بدا اسوي اعلان لنفسي ولا داخل انتخابات، بس ما حد دق بابي ورجع فارغ، ما حد دق بابي وقلت له لا، ونصب علي ونباقت فلوس مني وانا اعرف بس اغلس. فيا اخوان، اللي يفتهم ان كان دين او سياسة، عملية اسرائيل الكبرى بدأت من غزة، وغزة هو الطريق الى الشرق الاوسط الجديد. تذكروا كلامي هذا وقولوا هذا الشخص في يوم من الايام حكاها، أنا ما شو اسمه راح أقول لكم معلمي قال لي، يعني مو أبو علي الشيباني، أنا دا أحكي لكم من الداخل. افتهموها عميل قولوا صهيوني درنا في ساي، أي شغلتكم بعد؟ هو بقى واحد أنتم ما سويتوا عميل بس يحكي كلمة عليك بس يطلع هذه. أنا معلمي الرفيق شمعون بيريز حجة اليهود وآل البيت مال اليهود، الرفيق شهيد المحراب شمعون بيريز عليه السلام، رفيق الدرب الله يرحمه، زين، وهسه الرفيق نتنياهو هو تكملة لما تركه الرفيق شهيد المحراب شمعون بيريز. والله أحط إيدي بإيد يهود العالم كلها وما أحط إيدي بإيد دول المجوس ولد الخرن على ابوهم لابد الشريف، وين بيهم شريف؟ هم كلهم جيبوهم وحطوهم. هذا الطريق اللي تسلكه ايران هذا نهايه الاسلام، والحمد لله دا تشوفون غالبيه الشعب العراقي صاروا كفره، يعني غالبيتهم ملحدين، ملحدين يعني تركوا لا شيعة ولا سنه، الحاد. وكثير من الناس قامت ما تصدق لا بالله لا بالرسول، يعني يقول لك الله وينه؟ الله مو ايش اسمه يوقف مع المسكين؟ انا صار لي ادعي. ما هذول، شوف الله يقول اسعى يا عبدي واني عينك، الله ما قال لك اقعد بالبيت واني عينك، اسعى يا عبدي واني عينك. فانتوا يا عرب، ما أتكلم عن الشعوب، ما لي شغلة بالشعوب، الشعوب كلها على راسي لها احترامها وتقديرها. يا قادة العرب والمفلسين، ما سميكم مسلمين لأن أنتم ما مسلمين ولا كنتم في حياتكم مسلمين، حالكم حال جماعة إيران. أنتم الربيع العربي نمبر 2 جايكم، هالمرة عليكم الشدة حتى يكملون بيكم الشرق الأوسط الجديد. ذكروا كلمتي هذه، والله شفت اليوم اللي أصدر مجلس النواب الليبي أبطال، قالوا بي اللي هاي الفقرتين، قالوا احنا لو مثل باقي الدول العربية نقطع النفط والغاز وسحب سفرائنا من إسرائيل وطرد سفراء إسرائيل، رأسا حرب غزة توقف. بس يا بطل راح يسويها، خلي يقول لي يا بطل راح يسويها، ولا واحد، الله شاهد
راح انقلب عليكم الخارط. انتوا هسه كتبوا راح اصير الخارط حتى اشرب مي. زين، اللي يقول قادة العرب بيهم خير يكتب واحد، واللي يقول ما بيهم خير يكتب اثنين. قل اشرب مي. يعني شوفوا كل اثنين، شوفوا شعوبكم كلها تكرهكم، لان انتم ماخذين الحكم بالحديد والنار، ما حد يقدر يفتح حلقه لان تمسحوه. يعني واحد مثل هذا مقتدى الطلي، هذا راس الكبرى، سماخ الحولي، اذا تقول له واحد زائد واحد ايش قد يساوي؟ يقول لك واحد طويل. واحد مثل هذا المطي ملايين تمشي وياه. فلا عتب على إسرائيل إذا سوت إسرائيل الكبرى، ولا عتب على الغرب لو سووا الشرق الأوسط الجديد. عمي تعالوا أنتوا احتلونا يا الغرب، على الأقل راح تبنون، نعرف شنو حقوقنا. صح هي ماكو حقوق إنسان، ماكو كذا، بس هم على الأقل أشرف من دول اللي دا يحكمون هسه. آسف على الإطالة، تحياتي لكم والعوائلكم الكريمة، والرحمة والغفران لشهداء غزة وكل أبطال الفلسطينيين أهلنا، شفاء العاجل لجرحاهم، والله يصبر أهلهم ويصبرهم على ما ابتلاهم. وبالمناسبة أريد أقول لهذا الخارط ابن الخارط اللي يسب الشعب الفلسطيني الحر، يومك جاي وإن شاء الله نهايتك بالعراق تصير. تحياتي للجميع ونشوفكم على خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.